أنا قضيت نص عمري خباية ورق ماشي سودا، مخنوقة وخايفة. أبي عم يظلم ويتجبر ويأكل مال اليتامى ويغلط وما يفكر إلا بحاله. قول عبرة البنت من بيت أبوها بيت جوزها لعبرة. إذا بتحب جناح الخلوة أو متعود عليه أنا مستعدة أروح معك لهونيك. رد الشام كلها تعرف إني بحبك. على سيرة الجواز غرت من بنتي، بدي ياهم يشوفوا الدنيا، يشوفوا العالم، يشوفوا الضوء.